انا امي جت صحتني الصبح وانا نايم على السرير، بتقولي ميعاد الماتش وخلي بالك من التحفيظ. قلت لها ايه تاني؟ مش الاهلي على الزمالك ده. قالت لي امي اطمن على ظهر النقاش. الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش، الشحات والنقاش. ابقى توصى بيه وحياتك يا معلم. حكايات من كتر ما بفكر في اللي حصل لي، بس من سعد الثاني ايفونا في وسط التلاتة ويجيبوا بسي. رحت لأمي قلت لها تعمل لي بليلة في طبق إزاز. جعان يا أم. قالت لي مش هعمل لك إلا لما تطمن على ظهر النقاش. والنقاش الشحات، والنقاش الشحات، والنقاش الشحات، والنقاش الشحات، والنقاش الشحات، أو النقاش. حسين حسين شحات، وطلع في الهوا هوبا. الزبون اتسمر في مكانه، الزبون اتسمر في مكانه، وادي النقاص اخد غيره ووقف، وقف في الهوا بعد ما طار في الهوا شاش. قال له تشرب ايه؟ قال له شاي. تشرب ايه؟ اشرب 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 شاي. اشرب شاي. وانك طمن على ظهر النقاز. الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات والنقاز، الشحات.